بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ویسے سورہ معون کی بے شمار فضائل اور اہمیت ہے، لیکن چند ایک درج ذیل ہیں. دشمن اگر دین حق کے خلاف ہو تو روزانہ 1100 بار مسلسل 40 روز پڑھنے سے دشمن سے نجات ملے گی. ناحق مقدمات اور جھگڑوں سے بچنے کے لیے 30 دن مسلسل 1100 بار پڑھیں. رزق میں کشادگی کے لیے، مشکلات میں آسانی کے لیے اس کو پڑھیں. اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد اور فضائل ہیں اور اہمیت ہے، لیکن چند ایک جو ہیں وہ ہم نے بیان کر دیے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. اور اللہ ہم سمیت ہماری نسلوں تک کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور نبی کریم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.